بس اسمح لي، لانه استاذ جوني منير كاتب شيء عن اجتماع اللجنه الخماسيه، اجتماع جديد سيحصل هذا الشهر يمكن قبل اخر الشهر من اجل استحقاق الرئاسه تزامنا مع الملف الامني. خليني رح ينضم لي بس لحتى نشوف شو معلوماته عن الاجتماع اللجنه الخماسيه. استاذ جوني منير الكاتب السياسي، صباح الخير، اهلا وسهلا فيك. صباح الخير لك والاستاذ سجيع وللمشاهدين الكرام. طبعا المواضيع هي كثير كبيره، يعني اذا بدك من اليمن وصولا للجبهه الجنوبيه وصولا للاستحقاق الرئاسي، بس انا خليني احصر هذه المداخله معك بما كتبته امبارح عن اللجنه الخماسيه المفترض ان تعود الى الاجتماع من اجل العوده الى العمل بالاستحقاق الرئاسي، وسط كلام عن انه يريدون الضغط لانتخاب رئيس جمهوريه ليكون هذا الامر قبل الاتفاق الامني وليس بعده. تفضل. اولا صحيح صار في يعني اللي حكيت عنه المشاورات او المداولات اللي صارت بين اعضاء الدول الخمس، وصار في ضروره من اجل وكان قايل هيك لودريان قبل ما يفل من بيروت او من بعد ما فل من بيروت بجولته الثالثه، ويبدو تاكد اكثر بالمشاورات يلي حصلت بين الدول الخمس حول موضوع انعقاد اجتماع لها بيسبق يعني بيطلع عنه ملحق او بيان ختامي مفصل، وبياخذوا معه لودريان بجولته الرابعه يلي رح تكون قوية. الانطباع الأول كان أنه المفروض يصير هذا قبل آخر الشهر، بس ما جرى تحديد الوقت، ما يعني أنه في إمكانية ربما بتأخر شوي أكثر. هذا يعني مسألة الوقت لم تحسم بشكل نهائي بعد، ولو أنه بالمشاورات اللي صارت بيناتهم أنه هذا المفروض يصير قبل نهاية الشهر الحالي مبدئيا. اثنين، الاجتماع تبع الخماسية اقترحت فرنسا، او انه بما انها هي كانت الدعوة عم بتصير من عندها بكل الاطراف للاتفاق على هذا الموضوع، وايضا لتحديد كيف بتكون النقاش، انه راح يكون مبدئيا على المستوى السابق يلي كان، مش على مستوى وزراء خارجية. النقطة الثالثة يعني المضمون يلي بده يكون، يلي مفترض التفاهم يكون عليه انه قوي، وبالتالي الدفع باتجاه الذهاب لانتخاب رئيس الجمهورية، أولا بسبب التطورات الكبيرة بالمنطقة، اثنين بسبب المخاطر الموجودة على لبنان، وثلاثة والأهم بسبب ما ينتظر المنطقة من برنامج، يعني اللي هو ترتيبات تسوية سلمية بمرحلة ما بعد وقف أو انتهاء الحرب في غزة وفي لبنان، وبالتالي يجب أن يكون لبنان جاهزا، الدولة اللبنانية جاهزة، الجمهورية اللبنانية بتكوينها جاهز في هذا الإطار، ويبدو هني عملوا اتصالاته في هذا الموضوع. هلأ من ضمن ما فهمت أنا، حسب ما فهمت، سيجري بالبيان الختامي وضع تصور حول يلي طلع فيه لودريان بعد جولته الأخيرة وخصوصا جولته الثالثة. اثنين، تجاوز المرشحين الذي يحطوا يلي مرقوا فيهم، وهيدي رح تتبني اللجنه. نعم. وبالتالي لانه الجلسه الاخيره اظهرت انه ما في امكانيه، والذهاب باتجاه مرشح الثالث، الخيار الثالث. نعم. اربعه، عدم تسميه اي احد او التبني يلي كان عم ينحكى فيه، وترك هذا الموضوع للبنانيين انه روحوا فرجونا شو عندكم بالخيارات الرابعه. طبعا هن يمكن يكون في عندهم هذا التصور او انه وين باتجاه المسائل كيف بتروح، بس لكن من ضمن التصور العام. خمسه، ان يكون الموضوع الترتيب للموضوع اللبناني الداخلي حول رئيس الجمهوريه، كيفيه بتكون الحكومه لقدام، الدور المهم للجيش يلي راح يركزوا عليه فقره خاصه، وضروره تمتينه وتقويته لحتى يواكب هذه مرحلة لقدام. نعم. بضل في يعني إشارة، بضل في إشارة إنه مصر طلبت هذه المرة وبشكل رسمي من الفرنسيين ومن بقية الدول إنه يكون اجتماع هذه المرة في القاهرة. نعم. أول مرة انعمل بفرنسا وما طلع يومتها، ما كان ناجح، صارت تفاصيله معروفة. الثاني انعمل بالدوحة مع البيان تبعه، الثالث نتمنى أن يكون في القاهرة، لأنه أولا صار دور القاهرة، ثانيا للدور الذي تطلع به مصر. اولا هي بلد عربي ولبنان بلد عربي، والدور اللي تطلع به مصر ان كان على مستوى الموضوع في المنطقه وما يحصل في هذا، وبالتالي لم يحصل اعتراض من اي فريق من هذا، ولو انه بعد التاكيد ما حصل جازم. في نقطه تفضل. لا لا لا، ناطرتك، بالعكس بدي اسالك عن رده الفعل. تفضل كفي،
يعني بدي اكفي معك بهيدي النقطه، بدي اسالك عن انه هذه المواصفات اللي راح يحطوها وراح ياكدوا عليها اليوم، هل هذا سيعني انه جان ايف دريان سيحمل هذه المواصفات وسيعود الى لبنان في نهايه الشهر بعد اجتماع اللجنه الخماسيه، وسيطرح هذا الموضوع بشكل جدي على انه شو، على انه يصير الاستحقاق بشكل سريع قبل الاتفاق الامني؟ هذا اللي كنت بدي اسالك اياه. صحيح، ما هو الفكره اللي طالعه من هون انه يجب ان يكون هذا الاتفاق قبل مش بعد تسويه غزه. هلا كمان هون يعني باللي عم تقولي، وهون له علاقه ربما بحزب الله، لانه السؤال الاساسي هو صح. حزب الله كيف يضل، خصوصا انه انا وياك والكل بنعرف ضمنا الذهاب باتجاه الخيار الثالث والتركيز على فقره الجيش اللبناني، معروف كيف بيروح الموضوع، بس لكن اني ما راح يتبنوا لا بالرسمي ولا بالايحاء ولا باي شغله اي مرشح، بس بيعتقدوا انه الاوفر حظا في هذا المجال واضح من ضمن الظروف العسكريه الموجوده في المنطقه. هلا بغض النظر عن هيدي، السؤال الاول هو النقطه الاولى وهي كثير مهمه، الفصل تماما ما بين المفاوضات حول موضوع جنوب لبنان والتدابير اللي صايره والحرب الصغرى القائمه في لبنان والمخاطر حولها وموضوع رئاسة الجمهورية. لذلك إن كان بوريل أو حتى خصوصا هوكستين هن رح يتولوا بشكل كامل موضوع، أو هوكستين بشكل أساسي، جوزيف بوريل مساعد له بهذا الموضوع، موضوع الجنوب والترتيبات اللي بدها تقوم فيها و يلي بلش ينصر أفكار بهالمجال، وهو إذا لاحظتي هو لن يتطرق إلى موضوع رئاسة الجمهورية لا مواربة مثل ما صار وحدا ساله على ما يبدو، نعم. ولا حتى مباشره الا اذا شي مره سئل الدعوه لانتخابات سريعه لانتخاب رئاسي في موضوع رئيس. اما الموضوع الثاني الفصل المهمته موضوع الاستحقاق الرئاسي فقط لا غير وليس الموضوع الجنوبي، هو ما ستقوم به اللجنه الخماسيه، لذلك التحرك تبعها هلا مع دعم مع ضغط تصاعدي، يعني تحرك تصاعدي والتركيز في هذا الموضوع فقط من اختصاص هذه اللجنة. وبالتالي ما سرى في الأيام الماضية وخيال خصب للبنانيين حول موضوع الربط هون بهاي، ولو أنه أنا وياك بنعرف أنه المناخ العام ليس بعيد عن اثنين، بس لكن الذهاب باتجاه بمزدوجين صفقات أو مطالب مش موجود. النقطة الثانية عن حزب الله وهي كثير مهمة، وأنا سألتها مباشرة لأحد السفراء الاعضاء يلي دولته عضو في اللجنه الخماسيه، انه طيب حزب الله شو موقفه؟ بيقول ما وصلنا محل، حزب الله يريد اثمان، وخصوصا انه الخلفيه صارت واضحه يعني نعم. على الامور بيجاوبني بشكل واضح بيقول لي ما وصلنا من حزب الله ان حزب الله لا يريد اي يعني ما له علاقه بموضوع تعديل النظام السياسي في لبنان يلي كان رائج، وهني نعم. بلغهم انه ليس صحيحا انه هن يريدون تعديل النظام السياسي في لبنان، وبالتالي ليس لديهم مطالب في هذا الخصوص. نعم ممتاز، يعني عم تقول انه لا مقايده لا مع نظام ولا مع رئاسه، مجرد استحقاق رئاسي يقودنا الى اتفاق امني. طبعا مع الترتيبات الداخليه، نعم. المفاهيم لقدام، طبعا مسائل يريدها حزب الله في هذا المجال. وهون كمان بدي اضيف شغله، بس سريع. ما كان حكي عن 5+1 بالموضوع الرئاسي بلبنان، ما بعتقد انه رح يكون يعني خماسيه رح تضل، ولو انه قطر وفرنسا تتوليان التفاهم او انه وضع ايران في الصوره، لكن 5+1 في الملف اللبناني مش موجود، يعني مش مطروح بشكل مثل ما كان طرح، وهذا احد مفاهيم نعم. الفصل ما بين الملف الجنوبي الاقليمي الامتياز اللي عنده والملف اللبناني الذي سيبقى داخليا مع حزب الله نعم. التفاهم مع حزب الله.